اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب المبارك بالرواق الجاوي بالحي السابع بمدينة نصر. قال وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار، تستعمل كان مع المضارع وتفيد في هذه الحالة التكرار. كان يأمر، يأمر فعل مضارع، واستعملت معه كان، وكان أي إسماعيل يأمر هو أهله بالصلاة والزكاة، فكان هنا تدل على التكرار، أي أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد تكرر منه الأمر بالصلاة والزكاة. ما الذي جعلنا نقول بتكرار الأمر بالصلاة والزكاة؟ هو لفظة كان على ما ذكر الشيخ هنا. قال وقد تستعمل كان مع المضارع، خرج بالمضارع ما سواك ماض، واستعمالها في غير مضارع ولا ماض كما في قصته، كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل، وكان أي إسماعيل يأمر إسماعيل أهله أي أهل إسماعيل بالصلاة والزكاة، يعني يقول لهم صلوا زكوا أدوا حق الله. فهذا يدل كما قلنا على التكرار، والتكرار هنا مستفاد من كان، لأن كان لا تطلق إلا بعد ثبوت التكرار في الأفعال. وكان وكقولهم، يعني وكقولهم كان حاتم يكرم الضيف، يعني أن إكرام الضيف صدر من حاتم مرات. وعلى ذلك أي وعلى التكرار في حيز المضارع جرى العرف، جرى عرف الاستعمال أن كل من أراد أن يخبر عن أمر حصل على سبيل التكرر يأتي بكان مع المضارع. وكنا في المرة السابقة تكلمنا وقرأنا حاشية في أسفل الكتاب، إذا قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، فهل يدل ذلك على تكرار الفعل ودوامه؟ يعني هنا أنه قال الراوي، والأمر أوسع من كلام الراوي كما يقول الإمام الرملي، لأن الإمام الرملي فرض ذلك في قول الله أيضا كان يأمر. أما هنا إذا قال الراوي المسألة أوسع من حكاية الراوي المحكية بكان، فهل يدل ذلك على تكرار الفعل ودوامه، يعني على أن الفعل وقع متكررا ووقع على سبيل الديمومة؟ قال صحح ابن الحاجب أنها تقتضيه، يعني أن كان تقتضي التكرار، تكرار الحدث الذي اشتمل عليه الفعل عرفا، يعني في عرف الاستعمال، ولغة أي وذلك بدلالة اللغة. قال وهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف، من أقرأ الرباعي، قرأ يقري إقراء، يعني إيه؟ يعني أنه كان يكرم ضيفه، كان يقري الضيف. وصحح الرازي في المحصول
أنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة. يعني لا العرف يساعد على هذا ولا اللغة كان موضوع فيها زيادة على نسبة الخبر للاسم الذي كان مبتدأ، لأن كان محمد يكرم ضيفه، كان هنا موضوعة لإثبات الكرم لمحمد بغير زيادة على هذا فقط. ده كلام الإمام الرازي بيقول كده، واختاره الإمام النووي في صحيح مسلم وحكاه عن أكثر المحققين من الأصوليين. وقال القاضي عبد الجبار إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة. المفيش في الوضع اللغوي أنها تفيد التكرار، إنما العرف هو الذي يستعملها في هذا، يعني أعرف الناس المصطلحات، يعني الناس تعرفوا على أنها كذلك واستعملوها هكذا، ولكن هذا بجعل منهم وليس بدلالة اللغة. فلان كان يتهجد، يعني حصل وصدر منه التهجد وتكرر، أو عند القاضي عبد الجبار بيقول لك لا، هي مرة واحدة بس، فلان كان يتهجد إذا ثبت منه التهجد مرة واحدة. وعلى كل حال فالأمر كما ترون. الإمام الرملي بيقول لا، هي مع المضارع للتكرار، وهذا التكرار بالاستعمال العرفي وليس بوضع اللغة، وكأنه يعني ذهب إلى ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على الخاص، قال الخاص يقابل العام والعام يقابل الخاص. قال والخاص يقابل العام، فهو في اتجاه والخاص في اتجاه. فإذا كان العام لفظ يتناول كل ما يصلح له أو كل ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، يكون الخاص في المقابل الآخر، وهو ما لا يتناول، هذا يتناول وهذا لا يتناول. فكما ترون لفظ يتناول لفظ لا يتناول، بمعنى أن العلاقة بينهما علاقة الإيه؟ علاقة الأضداد، لفظ تناول لفظ لم يتناول، ده بيتناول وهذا لا يتناول، يبقى علاقة إيه؟ علاقة تناقضية. قال فهو ما، أي لفظ لا يتناول، أي اللفظ شيئين، يعني اثنين فثلاث أو أربع إلى يعني فوق شيئين فصاعدا، قلنا صاعدا هذا يعني لفظ منصوب على الحال، يعني فذهب المعدود صاعدا، أي من غير حصر، يعني هو لا يتناول شيئين أو ثلاث أو أربع أو إلى آخره من غير حصر. يبقى العام يتناول وهذا لا يتناول، العام يتناول شيئين فصاعدا، يعني وثلاثة فصعيدا وأربع فصعيدا وهكذا من غير حصر، يعني من غير أن يكون في اللفظ ما يدل على كمية معينة. يبقى النفي هنا صادق بإيه؟ صادق بأنه يشمل شيئين مع الحصر، نحو رجل، رجل لفظ يشمل فردا واحدا، يبقى لفظ رجل خاص، وامرأتين كذلك لفظ لا يتناول شيئين
فصاعدا، ما ممكن يتناول شيئين، فصاعدا يعني تناول شيئين وصاعدا من غير حصر، ولكن هذا تناول شيئين وليس صاعدا مع وجود الحصر، وهو بيان كمية معينة. وصبيان، صبيان كذلك لا يتناول شيئين فصاعدا مع الحصر، مع عدم الحصر، لكنه يعني في ضد العموم. وصبيان كذلك، صبيان ده جمع ولكنه جمع منكر، والجمع المنكر كذلك قلنا بأنه لا يفيد العموم. وعشرة أعبد لأنه دل على الحصرية، وكل ما دل على الحصرية لا يفيد العموم. والتخصيص، تخصيص مصدر بمعنى خاصة، أي هو بمعنى أصل الفعل، لأن تخصيص على وزن تفعيل، والتفعيل في إيه؟ في كثرة، لكن العلماء قالوا بأنه هذه الكثرة غير مرادة، أو أن هذه الكثرة باعتبار أفراد المخصصات. قال والتخصيص تمييز، تمييز يعني إيه؟ يعني فصل. ميزت الشيء أي فصلته. فلما نأتي ونفصل بعض الجملة عن بقية الجملة ده يبقى تخصيص. يعني إيه بفصل بعض الجملة عن بقية الجملة؟ الجملة لها حكم، فأتيت أنا وأخذت بعض الجملة وأعطيت لها حكما آخر يخالف حكم الجملة السابقة، يبقى ده تخصيص. ليه؟ لأن أنا ميزت بعض الجملة، لأنني فصلت بعض الجملة عن حكم اللفظ العام الذي كان قبل ذلك. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة. يعني إيه تمييز؟ يعني فصل بعض الجملة عن حكم اللفظ السابق وإعطاؤها حكما جديدا. كده مفهوم يا مشايخ؟ كده مفهوم. بارك الله فيكم كما أنه يبارك فيا. قل اللهم آمين. أي إخراجه منها. الضمير عائد لإيه يا أخوانا؟ في لفظ إخراج. ومنها عائد لإيه؟ إخراجه، إخراجها، لا إخراجه البعض منها أي من الجملة. يعني عايز يقول لك إن التمييز معناه أن تخرج بعض الجملة من الجملة، أن تخرج ذلك البعض من الجملة. والإخراج معناه أن تخرجه عن الحكم، وسنضرب لذلك مثلا. كإخراج أهل الذمة، الذمة العهد والميثاق، وهي في الشرع عقد بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى، ده كان عقد قديم، أما الآن فقد استبدل بعقد اسمه عقد المواطنة، وهذا عقد جديد. طيب، على كل حال، والمعاهدين كإخراج أهل الذمة وإخراج المعاهة أو المعاهدين، إما أن تكون بفتح الهاء وإما أن تكون بكسر الهاء. معاهد أي أنه ذلك الذي ليس على دينك قد عهد إليك ألا يتعرض إليك، ولا بقتل ولا بسلب ولا إلى آخره. يعني صدر من الطرف الآخر التعهد بعدم التعرض، أو المعاهد يعني صدر من المسلمين
عهد وميثاق بألا يتعرضوا لهؤلاء. والمستأمنين قوم أمناهم على أنفسهم فلا يتعرض لهم، ومن تعرض لهم فهو فاسق ناقض لعهد الله سبحانه وتعالى، مثل الشخص اللي قتل السفير الروسي. طب ما انت دخلته في داخل بلادك بعهد وأمان وضمان فتقتله، أنت آثم وخائن لأنك أمنته، ومن أمنته فلا يجوز لك أن تقاتله، بل يجب عليك أن يعني توفر له سبل الحماية وتوفر له سبل الحفاظ على الحياة. لكن هؤلاء لم يتعلموا إلا الغدر. طيب، والمستأمنين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. المشركين لفظ عام يتناول كل فرد فرد من أفراد المشركين. خرج أهل الذمة، يبقى ميزنا أهل الذمة عن الجملة، يعني أخرجناهم عن حكم القتل. والمعاهدين أخرجناهم عن حكم القتل، والمستأمنين أخرجناهم عن حكم القتل. يبقى الإخراج أي إخراج بعض الجملة عن الجملة، هذا ما يسمى بالتخصيص. هنا يشرع بعد ذلك يتكلم على التعريف وقيود التعريف وبما خرج وما خرج منها. قال بعض الجملة، خرج بقوله بعض الجملة، مش بعض الجملة بقى، بعض ما تجيش. خرج بقوله، انت بتحكي ما تقولش بعض، بعض الجملة، الجملة اللي هو ايه يقصد به اللفظ العام، يعني الجملة يعني ايه، يعني اللفظ العام. كلها خرج به بقوله بعض الجمل، بعض الجملة كلها، يعني كل الجملة، لأن إخراج كل الجملة ده بيتسمى إيه؟ نسخ. معنا يا أخوانا إخراج بعض الجملة ده تخصيص، طب إخراج كل الجملة ده نسخ. يعني ما يجي يقول لك كل الأفراد دي كلها كده على بعض خرجت من الحكم، دي يبقى ما فيش أحد من الأفراد باقي، يبقى هو ده النسخ. قال فإنه نسخ، وشمل قوله الجملة العامة وغيره، شمل العامة الجملة، شمل قوله الجملة العامة وغيره كالاستثناء من العدد، لأن الاستثناء من العدد ينطبق عليه تمييز بعض الجملة. استثناء من العدد زي إيه؟ رأيت رجالا إلا نجما. طيب رجالا دي مشايخ، عام لا مش عام، لأنه هو نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات ليست بعامة. معايا يا ساقي؟ طيب يبقى حصل تخصيص وحصل تمييز لبعض الجملة، ولكن ليس من لفظ عام إنما من عدد. فسيأتي أنه من المخصصات، مع أنه لم يرد على لفظ عام، وإنما ورد على لفظ غير عام اللي هو رجال. ورجال دول إيه؟ كمررت بصبيان إلا طفل، مررت بالصبيان إلا طفلا
كان يلعب مع أبيه في منزله. طيب ما ده يبقى ده خاص، يبقى ممكن جملة الخاص تميز. ومن أجل هذا بعضهم لم يرتضي هذا التعريف. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بالعام. فسأتي أنه وكذا بدل، وكذا بدل يبقى شمل قوله الجملة العامة وبدل البعض. وكذا يعني ومثل هذا بدل، لا يبقى وبدل. وكذا بدل البعض نحو أكرم الناس قريشا. فديت برضك من جملة من جملة التخصيص، أكرم الناس. الناس إيه؟ الناس عام في كل الأفراد. قريشا ده بيميز، بس بيميز إيه؟ بيميز الجملة، الجملة اللي هي إيه؟ اللي هي الناس، والبعض اللي هو إيه؟ اللي هو قريش. يبقى تمييز بعض الجملة يعني بعض جملة العام وما حمل عليه على ما صرح به ابن الحاجب وغيره. إن ابن الحاجب بيقول إن بدل البعض من جملة المخصصات. وأما من عرف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده. طب هو ليه قال قصر العام؟ حتى يخرج الاستثناء من العدد، فالاستثناء من العدد ليس تخصيصا. قال قصر العام على بعض أفراده. يبقى قصر اللفظ الخاص العام على بعض أفراده. يبقى إضافة المصدر إلى العام من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. قصره هو مين اللي قصر؟ اللفظ الخاص. ومين المقصور؟ العام. يبقى إضافة قصر إلى العام، قصر العام. وحتى هنا ماشي العام على بعض أفراده والضمير عائد للعام. يبقى إضافة المصدر هنا إلى العام من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول، والفاعل مين؟ اللفظ الخاص. يبقى ترتيبها بيقول إيه؟ قصر اللفظ الخاص اللفظ العام على بعض أفراده. وقصر معناه إيه؟ معناه كذلك تمييز. ميز اللفظ الخاص اللفظ العام بمعنى أنه أخرج بعض الجملة من شمول الحكم لها. تقول كده أخرج بعض الجملة من شمول الحكم لها. أخرج بعض الجملة من شمول الحكم لها. يبقى قصر العام على بعض أفراده. يعني إيه قصر يا مولانا؟ يعني بيقول إن حكم العام مقصور على بعض الأفراد فقط وليس شاملا لكل الأفراد، لأن القصر هنا قصر إيه؟ قصر حكم، قصر حكم. فلا يسمى الاستثناء من العدد
تخصيصا. وهذا هو الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني، حيث إن التعريف الأول يجعل الاستثناء من العدد تخصيص، والتعريف الثاني لا يجعل الاستثناء من العدد تخصيص. قال بعضهم وهو المشهور من الاصطلاح، يعني هذا أشهر التعريف التي تخرج الاستثناء من العدد عن التخصيص، هذه هي التعاريف المشهورة. وهو أي التخصيص بمعنى المخصص، تخصيص كما قلنا هو حدث، لأن تخصيص خصص يخصص إيه؟ تخصيصا، يبقى هو مصدر، بمعنى المخصص. مخصص اللي هو إيه؟ اسم فاعل، خص يخصص، يبقى تخصيص، يبقى خص يخصص تخصيصا. لكن المخصص ده اسم إيه؟ فاعل، والمخصص اسم مفعول، فهنا يريد أن يقول إن التخصيص مصدر استعمل في اسم الفاعل، وهذا في لغة العرب تستعمل المصدر وتريد منه اسم الفاعل. والمراد هنا بالمخصص، لأن المخصص في الحقيقة إرادة المتكلم، وقد يطلق المخصص على اللفظ الذي يدل على التخصيص، لكن المخصص في الحقيقة يا أولاد هو إيه؟ إرادة المتكلم، كما يقول الزركشي في التشنيف: المخصص حقيقة إرادة المتكلم. ويطلق على الدال، يعني على اللفظ الذي يدل على التخصيص، من قبيل المجاز. قال: أي المفيد للتخصيص من إطلاق المصدر وهو التخصيص على اسم الفاعل وهو المخصص. وهذا مجاز شائع. قال: وهنا كان ينبغي بعد اسم الفاعل أن يضع نقطة ويبدأ الكلام من أول السطر، لأن والمخصص، والمخصص مبتدأ، فين خبره؟ ينقسم إلى متصل. فهمتم؟ يبقى فهمنا اللي في الجملة يا مشايخ. يبقى هنعمل إيه؟ هنضع نقطة بعد اسم الفاعل، وهنقول إن أو هنا اللي مفروض كان يتحط في الأصل اللي هو رقم ثلاثة، اللي هو الواو، لأنه بيقول لك ثلاثة في زاي وصاد و المخصص، وفي نسخة أخرى أو المخصص. يبقى هنعمل إيه؟ هنقول لا، النسخة اللي مرادة هي نسخة و المخصص، ويبقى المخصص جملة جديدة. جميل. والمخصص اللي هو في الحقيقة إرادة المتكلم، وإرادة المتكلم لا نطلع عليها. انت شفت إرادتي؟ طب أنا، انت هتعرف منين اني انا مريد للتخصيص؟ من خلال اللفظ الذي اتلفظ به الذي يدل على مرادي، صح كده؟ ويبقى الإمام الرملي غير في إعراب الكلام. والمخصص الدال عليه التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. قال: ينقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ. ده من هنا بيان لجنس ما، يعني شيء لا يستقل بنفسه من اللفظ، من بيان لما. يبقى قال: وهو ما لا يستقل
من اللفظ. بأن، الباء هنا للإيه يا مشايخ؟ اسمها باء التصوير. بأن يقارن، بأن يقارن هذا الذي لا يستقل اللفظ العام، يعني لا يستقل بذاته، لا يذكر مجردا عن اللفظ العام ولا يمكن تجريده، لأنه حين لو جرد لما أفاد شيئا. أنا حتى في القراءات السابقة قلت كان ينبغي للمحقق أن يجعل كلمة والمخصص من أول السطر وهو مرفوع على الابتداء. طيب الحمد لله. قال ينقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام، ومنفصل وهو ما يستقل بنفسه من لفظ وغيره، يعني سواء كان هذا المستقل لفظ أو غير لفظ، لأنه قد يكون العقل هو الذي يخصص، فالعقل يستقل عن اللفظ العام، والحس أيضا يخصص، والحل مستقل والحس مستقل عن اللفظ العام، واللفظ أيضا مخصص كتخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، فالكتاب ألفاظ مستقلة والسنة ألفاظ مستقلة. أنواع المخصص. قال فالمتصل، يعني إذا أردت أن تعرف أنواع وأعداد المخصصات فأقول لك المتصل خمسة، أولها الاستثناء بمعنى الدال عليه، بمعنى اللفظ الذي يدل على الاستثناء الذي هو إخراج من الجملة بإلا أو إحدى أخواتها. قال فالمتصل خمسة، أولها الاستثناء بمعنى الدال عليه، يعني اللفظ الذي يدل على الاستثناء، نحو جاء العلماء إلا زيدا، فالاستثناء هو مجموع إلا أو إحدى أخواتها مع اللفظ الواقع بعدها، هذا معنى ما فسر به في جمع الجوامع اللي هو كل الجملة العلماء وإلا وزيد، دي اسمها إيه؟ جملة الاستثناء. يبقى بمعنى الدال عليه، جاء العلماء إلا زيدا، العلماء إلا زيدا دي إيه؟ ديت جملة الاستثناء، دي ألفاظ تدل على الاستثناء الذي هو إخراج من الجملة. وثانيها الشرط بمعنى صيغته، يعني بمعنى الأدوات التي تدل على الشرطية، والشرط نفسه يعني ذات اللفظ ده، بنية اللفظ ده، والشرط نفسه في اللغة مخفف من الشرط، وهذه تكلمنا عليها قبل ذلك، شرط أصلها إيه؟ شرط، خففوا المفتوح وجعلوه ساكنا لأنه أخف في النطق، وهو العلامة. قال تعالى فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علامات الساعة. وأما في العرف أي في الاصطلاح ففيه ثلاث إطلاقات، الأول وهو المراد هنا، الأول وهو المراد هنا لا غيره، وهو تعليق أمر على أمر، تعليق أمر عليها مشايخ على أمر، كل منهما في المستقبل، كما قلنا بأن التعليق لابد أن يكون إيه؟ مستقبلي، إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار مستقبل والطلاق مستقبل، فهو تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد، ولذلك قالوا بأن الشرط في معنى النافي لأن كل منهما لم يوجد بعد. بإن، يعني وهذا التعليق والربط بين الجملتين أي جملة الشرط والجواب كائن بأدوات معينة وهي إن أو إحدى أخواتها، أي نظائرها ومثيلاتها وشبيهاتها،
في هذا الحكم، وهي إذا ومن وما ومهما وحيثما وأينما وإذما. نحو وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، بمعنى إيه؟ يعني إن وجد الحمل وجدت النفقة، وإن انعدم الحمل انعدمت النفقة. وهذا ما نقول عنه بأن الشروط اللغوية أسباب شرعية. قال ومنه قولهم في الفقه، يعني قولا كائنا وموجودا وواقعا في الفقه، العتق المعلق بشرط. يعني ايه العتق المعلق بشرط يا مشايخ؟ يعني الذي حصل فيه تعليق لغوي بشرط، ان دخلت الدار فانت حر، يبقى ده بيسموه في الفقه عتق معلق بشرط، مش بشرط بقى، معلق على شرط. والطلاق كذلك، أي الطلاق المعلق على شرط، نحو إن دخلت فأنت حر، يعني دخل الدار، دخل المحل، دخل السيارة، أو فأنت طالق، يعني أو فإن دخلت الدار فأنت طالق. ربط ما بين جملتين، جملة الدخول وجملة الطلاق، ربط ما بين جملة الدخول وجملة العتق بحرف من حروفي وأداة من أدوات الشرط. وقولهم لا يجوز تعليق البيع على شرط، يعني ومنه أيضا قولهم لا يجوز تعليق البيع على شرط، كأن تقول بعتك هذه السيارة إن جاء زيد من المدرسة فيقول قبلت على ذلك، لا يصح. العقد المعلق على شرط. وهذا كما قال الإمام القرافي وغيره من العلماء الأصوليين، لا يجوز يرجع، وهذا يرجع، هذا اللي هو ايه؟ اللي هو الشروط اللغوية، التعاليق اللغوية. ترجع إلى كونها سببا، يعني حضرتك لما تيجي وتحرر اللفظ في المنطوق والمفهوم تجد ان اللفظ المعلق في المنطوق والمفهوم يساوي السبب. طيب هو بيقول لها ايه؟ بيقول لها ان دخلت الدار فانت طالق، بمعنى ان الطلاق لو دخلت هيقع. طب لو ما دخلتش لن يقع. قولوا تاني كده، يعني لو دخلت وقع صح، ولو لم تدخل لم يقع. طب هو ده معناه ايه؟ معناه هو السبب، لان السبب معناه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فرأينا ان الدخول يؤدي الى الطلاق وعدم الدخول لا يؤدي الى الطلاق، يبقى لازم من وجود الدخول وجود الطلاق، ولازم من عدم الدخول عدم وجود الطلاق، يبقى ده هو ايه؟ سبب. ولذلك قالوا الشروط اللغوية أسباب شرعية. ده الإمام القرافي بيقول اهو بقى، خلينا مع بعض، يعني ده علمه، علم يحتاج إلى تنبه. يرجع إلى كونه سببا بوضع
للمعلق، يعني المعلق هو الذي فعل هذا، حتى يلزم من وجوده الوجود، وجد الدخول، وجد يا مشايخ، وجد الدخول، هيوجد ايه مع الدخول؟ طلاق. حتى يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من الدخول الطلاق، ومن عدمه، يعني ويلزم من عدم الدخول عدم وقوع الطلاق لذاته، أي لذات التعليق، لأنه ممكن يقع الطلاق لأمر آخر، يقول لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ما دخلتش يبقى لازم من عدم الدخول عدم الإيه؟ عدم الطلاق، صح كده؟ يبقى لازم من عدم الدخول عدم الطلاق، صح يا مشايخ؟ بس ممكن يقول لها أنت طالق، يبقى وجد الطلاق أم لا؟ وجد، ولكن لا لذات التعليق، إنما لذات التنجيز. وممكن يقول لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يلزم من الدخول الطلاق، ولكن لا لذات التعليق، وإنما لذات أمر آخر، بأن كان مجنونا أو بأن كان صبيا، واحدة متجوزة واحد مجنون، أو اتجوزته وجننته، يعني بعد ما اتجوز من حرصها عليه جننته، فصار كل ما يشوفها انت دخلت الدار فانت طالق، انت دخلت الدار فانت طالق. طب ما هو ده ما لم يلزم من الايه؟ من الدخول الطلاق، ولا يلزم من عدم الدخول عدم الطلاق. لماذا؟ لان عبارته غير معمول بها. وتفسيره هنا بانه الذي يلزم من عدمه العدم، ده التفسير الثاني يا مشايخ، لأن فيه هنا خلل في العبارة. قال وتفسيره هنا، الضمير بقى المجرور في تفسيره عايد ليه يا مشايخ؟ شرط، صح كده. وتفسير الشرط هنا، هنا فين؟ يعني في كتاب التخصيص، لأن الشرط له معاني أخر في مسائل أخر. بأنه الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، يعني ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، أو عدم وجود الصلاة لذات الشرط، كما في أكثر كتب الأصول. ليس بجيد، ليس بجيد دي تعربوها إيه؟ خبر لقوله، وتفسيره ليس بجيد. الحاجات اللي أنا بقولها دي مهمة، العلم طير والكتابة قيده، فاحرص على تقييد النقاط دي. ممكن ما تحضرش الكتاب تاني، أو ممكن أنا ما أقرهوش تاني، صح؟ صح. فاكتبوا الحاجات المهمة دي. ولا يلزم من قال وتفسيره هنا بكذا كذا ليس بجيد، يبقى ليس بجيد ده خبر عن تفسيره. ليس بجيد ليه؟ قال لأن ده تفسير للشرط بمعنى آخر، ليس هو المراد في هذا الباب. قال لأن هذا إنما هو، هذا التفسير يعني تفسير للشرط له، يعني للشرط، يبقى تفسير له باعتبار الإطلاق الإيه؟ الثاني. وهو الإطلاق الثاني
قسيم يعني مقابل للسبب، ويقابل المانع، ويقابل غيرها، ويقابل غيرها من خطاب الوضع. بس كده فهمنا بقى ولا لا؟ والإطلاق الثالث، الإطلاق الثالث للشرط جعل شيء قيدا، قيدا يعني مقيدا في شيء، يعني لشيء، يعني مقيدا لشيء، كشراء الدابة بشرط كونها حاملة. بقول له ايه؟ بقول له بعني الدابة بشرط كونها حاملا. انا المشتري، انا العارض للايجاب، يبقى انا عملت ايه؟ قيدت الدابة بكونها حاملا، يبقى جعلت الحمل قيد ووصف لازم للمبيع. فهمنا يا مشايخ؟ طيب، وهذا يحتمل الإطلاق الثالث اللي هو عبارة عن جعل شيء قيد في شيء لا يخرج عن المعنيين السابقين، لأنه بضرب من التأويل إما أن يعود إلى الأول وإما أن يعود إلى الثاني. وانت بتقرا كده هتلاقي الكلام جميل، يا سلام، ايه ده؟ العباره دي هتلاقيها فين بقى؟ هتلاقيها موجوده في الكوكب المنير، وهتلاقيها في التحرير بتاع الجماعه الحنابله. يبقى اشتريت او بعني الدابه بشرط كونها ايه؟ حامل. جعلت الحمل قيدا في الدابه. طيب معنى الكلام ده ايه؟ قال اما ان يكون هذا الكلام راجع الى الاول، واما ان يكون راجعا الى الثاني. يعني شرط بمعنى انه اذا فات الحمل فات البيع. يبقى ده بمعنى كونها شرطا مصطلحا عليه، اللي هو ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. يبقى اما اني انا اقول اني بعتك الدابة بشرط كونها حامل، ينفع ان انا ارجعه الى معنى الشرط الذي بمعنى ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. معناه يبقى ايه؟ يبقى كأني بقول له اذا لم تكن الدابة حاملا فالبيع باطل. يبقى يلزم من عدمه اللي هو عدم الحمل أن تكون حائلة، عدم البيع أي عدم صحة البيع، ولا يلزم من وجود الحمل لا وجود البيع، ولا وجود صحة البيع، ولا عدم صحة البيع. ده انا عملتها بس من اجل انها تؤثر في طرف العدم لا في طرف الوجود. فاذا فات ذلك الشرط وهو الحمل فات البيع، واذا وجد الحمل لا يكون سببا، لا يكون يعني مؤثرا في وجود البيع او مؤثرا في عدم وجود البيع. ممكن يحمل على هذا، ممكن كلمة الشرط بالطريقة دي تحمل على المعنى ده، وممكن تحمل على الشرط بمعنى التعليق اللغوي، كأني قلت له ايه؟ ان كانت حاملا فقد اشتريتها، فاذا كانت حامل وقع الشراء لي، واذا لم تكن حامل لم يقع الشراء، اللي هو السببية. قال كده
بعتك أو بعني الدابة بشرط كونها حامل. كلمة الشرط كونها حامل ممكن إن إحنا نقول أنها من قبيل السببية ومن قبيل الشرطية. الشرطية أن عدم وجود الحمل يؤثر في عدم صحة البيع فقط على هذا. طب ومعنى السببية؟ يعني يلزم من وجود الحمل صحة البيع، ويلزم من عدم وجود الحمل عدم صحة البيع. يبقى ممكن أحمله على الشرط بالمعنى الاصطلاحي فيؤثر في طرف العدم فقط، وممكن إن أنا أحمله على الشرط بمعنى التعليق اللغوي فيفيدني معنى السببية فيؤثر في طرف الوجود وطرف العدم معا. هو العلماء كانوا بيفهموا كده زمان. والله وده عايز ايه منا؟ عايزنا نعيش العلم، مش المسألة قلبة ويلا خلص روحنا بقينا علماء ومشايخ. ده كارثة سود. ومن يغذي هذا الفكر ويغذي هذا الشعور انه يضر طالب العلم. العلم محتاجة مشايخ نقعد ونتأنى ونشرح مرة واثنين وثلاثة واربعة، ونقعد كده نتأمل إلى أن يستوي في ذهننا وينضج، فتنضج معه ملكاتنا وعقولنا. هو كده بيديك وبتديه. العلم بيديك وانت بتديه، بتديه اطلاع، بتديه تأمل، بتديه بحث، بتديه استماع لأهل العلم المتخصصين، وهو يعطيك مكنة عقلية، مكنة نفسية، وهو يجعلك تنفتح على غيره من سائر الكون المكونات وهكذا. يبقى عندنا اهو بعتك الدابة بشرط كونها حامل، يبقى ممكن نرجعه للأول وممكن نرجعه للتاني، وادي خلصت الحدود. ايه ده؟ طب الشرط بقى مراد بيه انه معنى الأول؟ شرط المخصص يا مشايخ، المراد بالشرط المخصص المعنى الأول الذي هو تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل، اللي هو الشروط الشرعية، الشروط اللغوية أسباب شرعية. قال والإطلاق الثالث جعل شيء قيدا في شيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا. وهذا اللي هو الإطلاق الثالث يحتمل أن يرجع إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين. الأول يقصد به هنا يعني اللي هو الشرط الاصطلاحي، لأن لو احنا هنرجع الأول هيبقى فيه لخفنة. خلي بالك اكتب كده فوق الأول يقصد به الشرط، يقصد به الشرط الاصطلاحي. الذي هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. قال فإنه يحتمل أن يرجع إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين. مواضعة المتعاقدين يعني اتفاق المتعاقدين على ذلك، إن البائع والمشتري متفقين على هذا المعنى. ولذلك في بعض النسخ يقول لك موافقة المتعاقدين. مواضعة المتعاقدين يعني اتفاق المتعاقدين على هذا المعنى، كأنهما قالا جعلناه
اللي هو الضمير عائد إلى مشايخ أي الحمل، ذلك الوصف معتبرا في عقدنا. يعني ايه جعلناه معتبرا في عقدنا؟ يعني انه يعدم بعدمه. ها ده التفسير دوت انا جايبه منين؟ جايبه من الكوكب المنير، لان العباره دي فيها مشاكل كتير جدا، وهي انقلبت على الشارح، هي انقلبت على الشارح اصلا. ليه؟ لان الاول ده هو الشرط بالمعنى اللغوي، والثاني ده الشرط بالمعنى الاصطلاحي، لكن المعنى هيعكس. قال وإلى الثاني اللي هو يقصد به ايه؟ يقصد به الشرط بالمعنى اللغوي وهو التعليق. اكتبوا كده، معلش ارجع في الكوكب وهتلاقي الترتيب هناك، وفي الكوكب ماشي وهنا مش ماشي، هنا انقلبت. ها لا لا، الظاهر مش العكس، العبارة انقلبت على الشارح. لا لا يا حبيبي، لا 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 لا، لا ده انقلبت عليه، اسمع بس وهتعرف انقلبت ليه. هو الظاهر كده كلامك سليم، بس العبارة انقلبت وهفهمك انقلبت ازاي. واحدة واحدة، مش هنقرا اللي هي. قال وإلى الثاني اللي هو إيه الثاني؟ اللي أنا بدعي إن هو التعليق بالمعنى اللغوي، إن كان كذا فكذا، كأنهما قالا أي المتعاقدين، أي المتعاقدان، إن كان كذا فالعقد صحيح. ها مولان، إن كان كذا يعني إن كان أو إن كانت الدابة حاملا فالعقد صحيح، وإلا يعني وإن لم تكن حاملا فالعقد غير صحيح. طيب، لأن لو قلنا كده الثاني اللي هو قسيم السبب، لا مش هتمشي. لا بقول لك إن كان كذا فهو كذا، وإن لم يكن كذا فهو كذا، يبقى ده اللي هو إيه؟ ده اللي هو المعنى الأول اللي ذكره هنا، إن هو المعنى الثاني. وإلى الثاني، هو ده الثاني؟ ده هو ده الأول. فهمت؟ طيب اوعى ما كنتش فهمت وانا اشرح تاني، لانه هو بيقول له، بيقول وهذا يحتمل العوده الى الاول. الاول اللي هو يا مشايخ، مش احنا قلنا بثلاث اطلاقات الاول هو تعليق امر على امر، صح؟ اللي هو التعليق اللغوي. قال وهذا يحتمل العوده الى الاول اللي هو، خلينا نقول ان هو التعليق اللغوي، بسبب مواضعه بين بان قال جعلناه معتبرا في عقدنا. جعلناه معتبرا في عقدنا معناه ايه؟ معناه انه يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طب ده المعنى الاول ده سببي، والمعنى اللي انت بتقول عليه ده شرطي، يبقى العباره انقلبت عليه، لان هناك في الكوكب صاغها بصيغه اخرى، جعل المعنى الأول هو الاصطلاحي، ما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ثم ذكر المعنى الثاني اللي هو معنى، المعنى اللي هو التعليق، تعليق أمر على أمر، ثم أتى بالثالث، لأن العبارة هنا مشابهة بالعبارة هناك، وكأنه أخذه من ابن النجار، لكن انقلبت العبارة عليه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو بدأ بالتعليق اللغوي، ثم بدأ بالشرط الاصطلاحي. هناك اللي حصل العكس، بدأ بالشرط الاصطلاحي فالتعليق اللغوي، ثم اتى بالثالث
وقال احتمال أن يعود إلى الأول فيكون كذا، واحتمال أن يعود إلى الثاني فيكون كذا. العبارة هناك لا غبش فيها، لأن ترتيبها خلاف ترتيب العبارة هنا. وارجعوا إلى عبارة ابن النجار، اللي عنده الشملة هيكتب، هيقول إيه؟ جعلناه معتبرا، بس كده. هيجيله في الشملة عبارة ابن النجار، يطابقها ما بين العبارة دي والعبارة دي، هيجد أنه أخذ عبارة ابن النجار لكنه صاغها بطريقة أخرى فوقع في هذا الاضطراب. ولو رتبها كما رتب ابن النجار لاستقام قوله، وهذا يحتمل أن يرجع إلى الأول بسبب مواضعة وإلى الثاني، لأن الثاني ده هو ماله، مش هو المعنى الاصطلاحي، ده هو المعنى اللغوي. طيب، بعد هذه المرحلة اللطيفة والقراءة المنيفة، ايه؟ التعريف الاول ده تعريف لغوي في كلام الشارح هنا، والتعريف الثاني اصطلاحي، لكنه لما جاء وقال ويحتمل ان يعود الى الاول، لا دي منقلب عليه، الأول هنا في الحقيقة هو الثاني، أو إلى الثاني منقلب عليه لأنها في الحقيقة هي الأول. وعودوا إلى عبارة ابن النجار.